مشاهدينا على قناة هلا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إحنا موجودين طبعا بقصر الثقافة بكرمئيل، وطبعا ورانا فرقة سراج مع العرض الجديد اليوم لأول مرة بكرمئيل، شيوخ الطرب. طبعا عم بتشوفوا كل الجوقة ومع كل الممثلين على المسرح، عرض غير شكل بالتمارين الأخيرة باللمسات الأخيرة من الفنان سامر بشارة والمجموعة. لقاءاتنا أمثالنا الشعبية متابعتنا اليوم من كرمئيل، خليكم معنا حتى نكون مع اللقاءات إذا كانت مع الفنانين والفنانات المشاركين والمشاركات، وأيضا مع جمهورنا العزيز رح يوصل كمان للعرض الأول اليوم شيوخ الطرب بكرمئيل. خليكم معنا مشاهدينا على قناة هلا. بسعدنا يكون معنا الفنان ماريو كرام، وطبعا ماريو كرام عضو فعال جدا بفرقة وجوقة سراج، ولكن اليوم بشيوخ الطرب. خليه يحدثنا ماريو، اهلا وسهلا فيك. شكرا، الله يسعدك. الف عافية. الله يسعدك، شكرا. ماريو، يعني شيوخ الطرب احنا عارفين انه اخترتوا شيوخ الطرب ليكونوا اليوم على المسرح بكرمئيل، احكي لنا عن دورك بهالعرض الليلي. طبعا احنا اليوم موجودين بقصر الثقافة بكرمئيل، موجودين بعرضنا الاول بشيوخ الطرب. راح يكون عندنا جولة عروضات في البلاد وبجميع أنحاء البلاد عن شيوخ الطرب. راح نشوف كمان المسرح بشيوخ الطرب، ونعرض حياة أجدادنا اللي عاشوها من ملحنين الزمن الجميل لليوم. طبعا أكيد. طبعا اخترتوا يعني 6-7 شيوخ من شيوخ الطرب، احكي لنا شوية أسمائهم. شيوخ الطرب: الشيخ زكريا أحمد، الشيخ إمام، الشيخ سيد مكاوي، وإلى ذلك. إلى ذلك طبعا، يعني كله بنفس المستوى. دورك أنت راح تكون كجوقة ولا في إلك أكيد؟ أنا بعرف أنك سولو كمان. لا، خلينا نقول هقرب للطبيعة طبعا. هاي بس الدور المسرحي راح نشوف هاي. يعني في الإشي المميز اليوم أنه الدور المسرحي هو شخص بيأدي هالدور طبعا، أستاذ عامر حليحي. أكيد نبعث له تحية ورح يكون معنا إن شاء الله باللقاء. بالنسبة يعني عامر بيأدي الأشياء، النصوص المقروءة، وأنتوا بتأدوا النصوص المغناة، هيك أنا لحد علمي. خلينا نقول، برجع على جملة حكيتها، المسرح أتى لخدمة العرض. صح. راح تشوف كمان مشاركة من الأعضاء الجوقة في المسرح، برضو بفيد العرض نفسه. يعني احنا كمان نعرض الحياة اللي عاشوها كمان. مش بس الأغنية، مش بس الأغنية، لا، بدنا نعيش قصة صادقة. حلو، أكيد احنا طبعا ناطرين العرض. ماريو، مثل كل لقاء بدك تختار لنا رقم من 1-7 كمان. 1-7 حتى نشوف حظك قبل العرض. 6. يلا، في سبب للستة؟ لا. على كل حال بيقول المثل: نيالك يا فاعل. نيالك يا فاعل، ساعدوه شوي. نيالك يا فاعل، يعني مين اللي بيعمل الخير يا فاعل؟ طلعوا لهم بالونات كلهم لجوقة سراج ولعامر حليحل ولأيمن نحاس، للكل طاقم بجنن. خليكم معنا متابعين لقاءاتنا. ماريو، نتمنى لك عرض بجنن. شكرا لك بسيم، وطبعا شكرا لتلفزيون هلا. شكرا على الواجب. هذا التلفزيون الرائع اللي دائما داعم للفن وللثقافة في بلادنا. وين بتكونوا لاحقينكم؟ شكرا. اهلا وسهلا فيك ماريو، يعطيك العافية. شكرا. الله يسعدك. مشاهدينا على قناة هلا، متابعين برنامجنا الميداني على قناة هلا، واليوم من قصر الثقافة بكرمئيل. العرض جوا طبعا في تمارين كتير، أخذنا خطفنا الفنانة رنا برانسي لتكون معنا ونحكي عن العرض شيوخ الطرب. أهلا وسهلا فيك رنا. أهلا فيك بسيم. يعني مبسوطين كتير كمان أنه المشاركات والمشاركين كلهن أصوات خامات بتجنن، لابقى جدا لشيوخ الطرب. قديش أنت مبسوطة تكوني بهالعرض؟ أول إشي أنا جدا مبسوطة إني مع جوقة سراج، ومع هاي الأصوات الحلوة ومع هاي الأعمال الفنية الحلوة. والعرض اليوم رح يكون كتير حلو، فيه أغاني يعني في ناس مش رح تتخيل إنها رح تكون في العرض، يعني قديمة جدا. يعني إذا قلنا الشيخ زكريا، يعني كتير شيخ إمام، يعني شغلات اللي ممكن غابت عن الساحة عم بترجعوا لنا إياها بطريقة عصرية مع سراج، وكمان نصوص مسرحية. صحيح، العرض تعال نقول مسرحي غنائي بطريقة كتير كتير عفوية ومدروسة بنفس الوقت، والأغاني كتير قديمة، بس بنفس الوقت الأغاني الناس عن جد بس تسمعها راح بالضبط بتكررها في لأم كلثوم السيد دربي. يعني مثلا رنا، لو طلبنا منك تختاري لك كم أغنية مثلا راح تغنيهم بدورك أنت هناك، مثل أي أغاني؟ أنا راح أغني شد الحزام الألحان السيد على وسطك. بالضبط، شد الحزام على وسطك، هذا اللي انا رح اقديه. وغيري رح يقدوا كمان مثل مثلا هو صحيح لام كلثوم. الاغنيه اللي هالقد معروفه
كتير اشياء يعني عن جد شيوخ الطرب. صح انه شيوخ الطرب على المسرح لما نقول شد الحزام على وسطك اليوم ملائم جدا يعني غلاء المعيشه يعني اغاني ممكن انه كمان بتحاكي العصر يعني بال2022 مزبوط ممكن تحاكي العصر وبترجعنا كمان كيف احنا يعني كيف قصدي مش احنا هن كانوا عايشين قبل. صح. يعني احنا حسينا حالنا عن جد عايشين الاشي هذيك الفتره راح علينا يعني الفتره هاي اللي احنا ما عشناهاش هاد كله عم برجع والناس كثير رح تكون مبسوطه اكيد. رنا متمنى لك عرض شيق الليلة أول عرض وفي كمان عرض قادم كمان بالعروض دائما مثل ما أتحفتينا رح تتحفينا كمان اليوم بكرمئيل ولكن رنا برانسي رح تختار رقم من 1 لـ7 9 من 1 لـ7 رنا 9 10 5 5 في سبب ليش 5؟ أنا أصلا اخترت 9 عشان إحنا بشهر 9 وعيدي بخمسة 9 فقلت 5 مرق العيد وراحت الهدية بالضبط هيك. رقم 5 بيقول ما أجت الطوبة إلا بالمع بدك تختاري الكلمة اللي أنا قلتها بالأول ما أجت الطوبة إلا بالمع بس قولي أنت الكلمة اللي قلتها أنا بالأول ما أجت الطوبة إلا بالمع طوبة؟ بس بالمع طوبة هي الكلمة طلعوا لها بالونات رنا برانسي وبنتمنى لك عن جد عرض شيق زي ما عودتينا دائما ولا طبعا فرقة سراج والجميع. شكرا لك رنا. شكرا لك شكرا كثير. بسعدنا يكون معنا المدير العام لفرقة سراج سيد زهير غنادري وطبعا يحكي لنا على عرض فرقة سراج واليوم العرض الأول في عرض تاني كمان لشيوخ الطرب. أهلا وسهلا فيك سيد زهير. حبيبنا أهلا وسهلا فيكم في كل جمهوركم. جمهوركم كمان يعني إحنا على قناة هلا دائما بنحب نتابع كمان الأشياء الفنية وبالذات جوكة سراج اللي عم تعمل اليوم إشي مميز جدا شيوخ الطرب. احكي لنا عن العرض. أول شيء شكرا لحضوركم. إحنا في جوكة سراج كيف تعودنا نعمل تغيير نعمل تجديد لأعمالنا حتى الجمهور حتى نشوق الجمهور وظل الجمهور يتابع. وفي عرض شيوخ الطرب كمان عملنا واجتهدنا لفترة أكثر من سنة بقيادة المايسترو سامر بشارة اللي جمع كل هاي المواد وعمل كتير بحث عليها بمرافقة بعد ما هو حضر هذا العمل اشترك مع المخرج أيمن نحاس وكاتب النص والممثل عامر حليحل وهدول الثلاثة العباقرة يعني أسعدونا أعطونا عمر رائع جوكة سراج بكل أعضائها طبعا. سراج طبعا فحضروا لنا كل هذا العمل لجوكة سراج حتى يقدروا يبدعوا بأصواتهم بالألحان تبعت الشيوخ شيوخ الطرب. والعمل طبعا شيوخ الطرب هو فكرة كانت من سامر حتى يقدم للجمهور عن ملحنين اللي هن في فترة معينة من حياتهم اتمشخوا يعني كانوا متدينين هن بقوا متدينين بس في فترة من حياتهم كانوا شيوخ. وكيف هاي القصة مثلا انعكست بالفن كمان والطرب على الجمهور إذا كان بمصر أو بكل العالم العربي؟ طبيعي هدول الأشخاص يعني وصلوا لدرجة من الروحانية ودرجة من التواصل مع الذات مع مع الأحاسيس قدروا يبدعوا إبداعات في هاي الفترات وما بعدها أبدعوا لنا بالفعل لكل المشاهير لكل المغنيين العباقرة والمشاهير من في مصر وفي العالم العربي وأعطونا إنتاجات رهيبة. والليلة والليلة اخترتوا من الإنتاجات الرهيبة مجموعة رائعة بالفعل. إضافة كمان للنصوص اللي رح يكون في تمثيل على المسرح إذا كان من الفنان عامر حليحل وأيضا مشاركة الجمهور. عامر تعب هو أيمن المخرج كمان أيمن نحاس يعطيه ألف عافية تعبوا حتى يأهلوا الجوقة تتفاعلوا ونقدر ندمج بين التمثيل والحركة مع الغناء حتى نوصل لوحة كاملة متكاملة ونعطي نوصل أهدافنا للجمهور. يعني متمنى العرض يكون ناجح مثل دايما. بالخلفية عم نشوف التمارين هيك آخر لمسات قبل العرض ومعنويات عالية كيف انت شايف مهم جدا الطاقة خاصة الطاقة اللي بنأخذها احنا كجمهور من جوكة سراج بعروضها والحمد لله دايما جمهورنا برجع لنا هاي المحبة وهي الطاقة واحنا فخورين وهي هي طاقتنا اللي بنستمدها من الجمهور وان شاء الله لسنوات كتير لقدام. سيد زهير غنادري كمدير مدير مش مدير بده يختار رقم من 1 لـ7 7 في سبب للسبعة 7 خاصة بكرة القدم هنا في مشجعي كرة القدم يا جماعة رقم 7 بيقول البرودة الفاضية البرودة الفاضية مرات بنشوف حدا حامل برودة فاضية بتخوف رقم من 1 لـ10 بتخوف البرودة الفاضية بتخوف رقم من 1 لـ10 أي رقم تختار 4 لا هقل البرودة الفاضية بتخوف 2
ساعدته شوي لزهير. شكرا، يعطيك العافية سيد زهير غنادري، تضلك دائما من نجاح لنجاح كمدير فني ومدير يعني عام لجوكة سراج. يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا كثير لكم. يعطيك العافية. مشاهدينا على قناة هلا، بسعدنا يكون معنا يعني لاعب مركزي على المسرح الفنان عامر حليحل، إذا بكتابة النصوص وأيضا بالتمثيل وأداء رائع جدا راح تكتشفوه أكيد بالعرض. شيوخ الطرب أهلا وسهلا فيك فناننا عامر. هلا هلا، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، وهلا هلا على قناة هلا. فناننا عامر، يعني اليوم إشي مميز جدا لفرقة سراج، جوكة سراج، أنه أنت تكون كمان ككاتب نص وايضا مؤدي طائر رائع جدا بالغناء، اكيد لا، ولكن بالتمثيل وكتابه النصوص، قديش هذا الاشي مع طبعا شيوخ الطرب اللي هن بمجموعه الجوقه؟ يعني الصراحة لما سامر أول مرة توجه لي على المشروع هذا عن شيوخ الطرب كتير فرحت، لأنه أنا هاي المادة كمان غنائيا متواصل معها كتير وبحبها كتير، والتاريخ تبع شيوخ الطرب والموسيقى العربية الحديثة من أيام سيد درويش لليوم اللي كتير كتير هذا أمر بعنيني، فكتير كتير انفعلت وانبسطت، وبصراحة كان في قلق بالبداية. ما في انفعال لفنان وكاتب، شو أعطاك بكتابة النصوص هون وأكيد رح نسمعها على المسرح؟ يعني بيعطيك الدفشة تبعتك إنك تنجز، تحاول تنجز أحسن ما يمكن عندك، لأنه في أمانة هنا، في تاريخ، في روح معينة كانت عند هدول الناس اللي أنت بحاجة إنك توصلها، تحاول تدوقها للناس. أنت ما جاي تعمل لهم محاضرة، إنما جاي تعمل لهم عمل فني، وبالعمل الفني هذا أنت بدك تقدم الروح أكثر من ما هي المعلومة، تحسسهم بشو كان هداك الوقت، كيف هدول الناس اشتغلوا، من وين طلعوا، بدون ما يحسوا إنه هن موجودين في محاضرة عن شيوخ الطرب. فهذا كان القلق اللي شغل، ما يكون في ملل مثلا للجمهور. ما هو كمان انك بدك تحافظ قديش اكتر انه ان شاء الله الجمهور ما يمل، بما انه احنا هو معك ما بيمل ومع جوقة سراج ما حدا بيمل، مع الجوقة اكيد معك اكيد. عامر انا يعني شهادتي مجروحة، ولكن اهم شغلي انه لما احنا نعمل مثل هيك نص، بتكون مثلا انت تستمع للاغاني القديمة تسمعها 100%، تفوت بجو هذاك الوقت لتطلع منك نصوص مكتوبة. طبعا انا يعني اخر 3 أشهر قضيت تقريبا كل تمرين مع الجوقة، حفظت كل الأغاني بكل الكلام تبعها، سمعتها بعدة صياغ، عندي بلاي ليست كامل اسمه شيوخ الطرب اللي هو أغاني العرض اللي بسمعه دائما في السيارة في البيت. تفوت انت بهداك الزمن بهداك الجو، تتشربوا قديش أكتر عشان تقدر مش تعيشوا، تعيشوا كمان. انت مهمتك تعيش هاي المادة، فإذا انت مش عارفة بحذافيرة وبتعرفش كمان القصص، كمان القراءات، قراءات يعني الكتب والمقالات المكتوبة عن هدول الناس والمذكرات، ولا كأنه هذا كل الموضوع لازم تقراه وتعيشه وتفهم وتفهم كيف اشتغلوا، تطلعوا كمان بصدق، تقدر تطلعوا بصدق، ولما تجيب معلومة صغيرة حتى لو مرات هي بجملة تكون انت متأكد من كم مصدر انه هي صحيحة، واذا عليها خلاف تقول بديش احكي عنها، لانه يكون في مثلا نقاد كمان، نقاد تابعوا هداك العصر، اكيد احنا ناطرين دائما انتقاد بناء، اكيد بنرحب فيه، اكيد اكيد بالعكس، احنا بنحب انه الناس تنتقد، لانه بفكر هذا دائما بيرفع المستوى، ولا مره النقد انتقاد البناء، احنا بنقصد انتقاد البناء، البناء كمان ممكن يكون مش شرط يكون منحب الانتقاد البناء، منحب طبعا، منحب انه الناس كلنا امل انه الناس تحب شو بنقدم، وبنفس الوقت اذا في انتقاد احنا لازم ناخده على محمل الجدية، لانه هذا بس بطورنا عشان نقدر نتطور مع جمهورنا. فنان عامر، شكلا مثلا انا عم بطلع انه في شعر شايب اكثر، في شكلا مثلا الملابس ملائمه لهذيك الفتره، قديش هذا انشغل عليه كمان؟ طبعا هذا واحده من الاشياء اللي تفكر فيها من البدايه، انه احنا صح اليوم في 2022 مع فرقه سراج على المنصة، ولكن كيف نقدر نستحضر هذيك الفترة وكيف الناس، ومش راح أكشف هذا راح يكون بالعرض، هاي مفاجآت العرض، هاي مفاجآت، كيف منرجع حالنا لهذيك الفترة وكيف منفوت حالنا من 2022 بوعي على هذيك الفترة عشان نلعب هاي اللعبة الليلة مع الجمهور، يعني ناخذ الجمهور إحنا ناخذ الرحلة بهاي الطريق مع بعض، معانا بوعي تام إنه إحنا عم نلعب هاي اللعبة مع بعض. أكيد يعني لا يمال الحديث معك، وأنا بعرف إنه في لقدام كتير شغلات رح تفاجئنا فيها فنان عامر. أعطينا هيك أكم سكوب لقناة هلا، يعني بعد شيوخ الطرب شو مفكر شغلات؟ والله بعد شيوخ الطرب في جولة لمسرحية الهوتة في السويد، اللي هي جولة في عدة مناطق بالسويد، حوالي أكثر من 30 عرض في الخريف، في تحضير لعمل جديد صعب أحكي عليه حتى سكوب، لأنه لا بس بعود بعرف لكم أنا شوي شوي أحكي عنه بعرف لكم بعود. وفي فيلم حمى البحر المتوسط لمها الحاج اللي هو عم بدور في المهرجانات في العالم وأخذ جوائز وعم بياخذ جوائز، وفي أشياء بالطريق إن شاء الله قريب. أتمنى كل خير، ولكن يعني شيوخ الطرب، مش شيوخ الطرب، عامر حليحل مش راح يهرب إلا ما يختار رقم من 1 ل7. 7.
أحلى رقم دائما. ليش بتختار سبعة؟ لأنه جزء من الأساطير مبنية على أعداد ثلاثة وسبعة. حلو. مفرد يعني هناك مفرد. ودائما تقول الأساطير مرة ثلاثة صح. أو مرة سبعة. مرة سبعة. دائما ثلاثة سبع أقزام. دائما في بالأساطير دايماً أرقام مفردة. مبنية على عدد صح. سبعة وثلاثة. ولكن شو طلع للفنان عامر حليح؟ أكيد ورقم حظ إن شاء الله يكون حظه حلو. دائما بيقولوا بالأمثال الشعبية زمار الحي يعني اللي بيكون عندك الجار الزمار ما شو؟ إن شاء الله هذا السؤال في له كمال كلمة واحدة زمار الحي ما زي كأنه لا نبي في وطنه زمار الحي ما بزمر شوف ما بسمع يعني لا مش ما بسمع يعني إن لو سمعناه منقول شو هاد يا ما بطرب صح كله بالونات لعامر إذا عامر حليح ما عرفش الجواب مين بده يعرفه يا جماعة زمار الحي ما بطرب أبدا ما تأمل الليلة نطرب إن شاء الله يعطيك العافية وبالنجاح دائما عامر حبيبي تسلم شكرا لك مشاهدينا على قناة هلا متابعين لقاءاتنا طبعا من عرض شيوخ الطرب بكرمئيل اليوم العرض الأول وناطرين العرض الثاني ودائما النجاح بنتمناه لجوقة سراج وأيضا كل الموجودين على المسرح كمان خلف الكواليس المخرج الفنان كل الألقاب تلبق له هالفنان كوميديان بلبق له مخرج بلبق له الفنان أيمن نحاس أهلا وسهلا فيه أهلا وسهلا يعني كمخرج اليوم قديش هذا الإشي صعب على فنان مع جمهور يكون هو مخرج وراء الكواليس وأمام الكواليس يعني طلعوا صعب بنفس الوقت ممتع يعني أنا صار لي أخرجت أعمال من شيء 12 سنة بلشت أخرج أعمال أو 14 شوي ودائما بتعرف برجع على المنصة ومروان الكواليس في كل شيء له متعته له هاي واليوم يعني اليوم شيوخ الطرب شوي الطرب أنا بلاقيه يعني أيمن نحاس شوي بعيد عن شيوخ الطرب ممكن عصري أكتر ولكن بنفس الوقت يعني راح تبدع كمان بإشي اللي هو كمان صار قريب منك بهالعرض صحيح طلع يعني أنا بحب شوي الطرب بحبه يعني بس من ناحية مواد إيش بشتغل باليوم يوم تبعتي أقل بس بالأساس هون في عرض مسرحي موسيقي هو خلطة أكتر موسيقية من إنه غنائية من إنه مسرحية بس بالأساس في شغل إقبال مجموعة إقبال ممثلين مثل عامر حليح إقبال كمان ناس اللي هون مش ممثلين مثل سامر بشارة الباقي الجوقة اللي كمان بيمثلوا بأشياء صغيرة ففي إله هلك الهالة تبعته الإشي أو الوزن تبعه مع الحفاظ إنه هذا عرض غنائي عرض يعني همني كتير كمان شغلة واحدة إنه كيف دمجت ما بين الجوقة مع عامر حليحل ومع سامر بشارة طبعا التوزيعات الموسيقية بالتمثيل كمان هو بالأساس الإشي بلش بالدمج من النص اللي كتبه عامر حليحل فغاد النص هو عبارة عن شخصية بيجي بالداخل بالعرض بتدخل حتى بالعرض وبصير جزء منه وهذا بأخذ تكشف لنا على العرض انت دير بالك ما بكشف بس بقول انه في شخصية بتدخل مين هو شو هو ايش بصير لما بتدخل بخرب الإشي بزبطش الإشي هذا ما دخلنيش يعني تدخل عامر حليحل بالجوقة بالجوقة سراج من الجوقة في ردود هناك في ردود فعل في فكره مش رح نكشف على كل شيء غير انه الاشي حتى لو كشفت القصه في قصه ممتعه بالشخصيه اللي عم يعمل حليح بالقصه اللي بتصير وبالغناء والاغاني اللي طالعه والموسيقى واجواء كتير خاصه بس بفرقه سراج يعني بالنسبه لي هذا اشي كتير خاص لاول مره كمان بشتغل معاهم وفي اشي كمان مليان طاقه حلوه مليان حب ومليان سحر تعال نقول انا بعرف يعني بيقولوا كلهم ابنائي ولكن لو خيرناك بين الكوميديا وستاند اب كوميدي على المسرح او اخراج لجوكة سراج مثل هالعرض الحلو شيوخ الطرب شو يعني شو بتختار صعب اذا على المنصه فبختار اذا اكون وين اكون على المنصه بتقول لي على المنصه ولا بيت المنصه بختار اكون على المنصه بس اذا بالاخر زي ما قلت كلهم كله هيك اشياء اللي بتعطيك كل مره تبدع فيها تحس حالك موجود عم تعطي إشي ومن زاويه تانية وهذا بتغطنيش مره كان يضغطني انه لازم تتعامل مع إشي واحد اليوم انا بمحل كتير حلو انا بحب ايش اتعامل بتعامل مره مع هيك مره مع هيك وهذا كله حلو وهذا كله جزء مني بتمنى لكم كل النجاح لك طبعا كأيمن نحاس وأيضا لجوقة سراج وعامر حليح والكل ولكن إسكوبات لقناة هلا شو نطرنا من جديدك أيمن من جديد أنا حاليا غايص يعني غير بهاي الغوصة غايص بمسرح سرد صح. عم نبني مسرح سرد القريبة رح يفتتح بحيفة وين كان مسرح الميدان وهاي غوصة العمى زي ما بقولوا يعني بدي أقول لك شغلي أيمن كتير لفت نظري إنه في ناس مثلا هبت للمساعدة زي ما بنقول صحيح لسه مجتمعنا بخير بعد كتير بخير يعني أول شيء كتير ناس ساعدت ماديا ساعدوا بشكل معنوي ساعدوا بشكل فعلي مساعدات عم تجينا الناس يعني في ناس سمعت عم بيجوا بتطوع بالتنظيف بالدهان بالشغل حتى صناعية بيجوا بتطوع بجزء من الشغل ليش هذا الإشي عن جد بعطينا إنه مجتمعنا بخير وأيضا يعني تقدير الفن والفنانين كمان بخير شوف أنا
مش متفاجئ لانه عن جد بعرف سبحان الله بخير. مرات في اشياء بتنصينا، مرات في اشياء بتبعدنا وبتزعلنا وبتحسسنا غضب، بس في اشياء دائما بترجعنا، وهذا مهم نحافظ عليه. هاي القوه اللي بيناتنا، الالف اللي بيناتنا، هي موجوده، هي جزء من تركيبتنا، ما بنقدرش نزرع عنها مهما صار حوالينا. بس في شيء كثير حلو، في ناس، الناس بدها الفن، بدها تتعامل معه، بدها فن كمان يعطيها، مش بس هي تعطي وتكون موجوده. وبالاخر عنا عم نبني مسرح اللي كمان يخدم الكل، يعني ويكون هيك لما نبني مسرح ليعطي هالمجتمع كمان كثير شغلات. تقريبا يعني وين انت بيكون جاهز؟ يعني وانا ايدي على قلبي بقول عشان تعرف واحد ما يحس حاله، يعني لا يعني تقريبا احنا عم شهر 10 على الاغلب. حلو حلو، انا فكرت تقول لي اكثر، يعني طمنتنا. انا بتامل ايمن بدنا نقول لك يعني عن جد يعطيكم الف عافيه، وكل اللي عم بيساعدوا وهبوا لمسرح سرد بحيفا مكان مسرح الميدان، عن جد بدنا نقول لكم على قناه هلا يعطيكم الف عافيه وبالنجاح للجميع، واكيد رح نواكب احنا هناك. ما تنسى تعزمنا على الافتتاح ايمن، لازمكم تتخيموا غاد احنا هناك رح نكون، لانه عن جد شيء يعني لما نقول بنوا مدرسه بنوا مسرح، إشي عن جد كتير بيساعدنا وبيسعدنا بمجتمعنا. صحيح، وإلي كمان وشكرا لكم على التغطية. مخرج مش مخرج، كوميديان مش راح يهرب، بده يختار رقم من 1 لـ7. إيش في ربحة؟ أعطيني جائزة. إيش من 1 لـ7؟ 1 لـ7، 7 أنا بحب 7. الكل بيختار 7 اليوم. رقم 7 شو طلع لأيمن؟ نوم السراري يا أيمن، مع إنه ما نمتش أنت صار لك فترة بعرف أنا. نوم السراري للضحى. ونوم البراري لل. لا مش للبراري، للضحى كلمة ناقصة. للضحى. نوم السراري للضحى مش واطي. عالي طيب. طلعوا له بالونات. في الجائزة جائزة لك انت لو قلت الجائزة بدي اقول لكم لأيمن نحاس يدخل على العرض الاسبوع القادم ببلاش، كرتو حاضر. احلى جوائز. يعطيك العافية أيمن، بالنجاح. شكرا لك لكم، ان شاء الله تنبسطوا الكل ينبسط باللي اللي بتشوفوا. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل ونواصل، خليكم معنا للعرض الاول اليوم لفرقة سراج والممثلين الرائعين طبعا بكرمئيل شيوخ الطرب. خليكم معنا، رح نواصل مع لقاءاتنا وامثالنا الشعبية مع الناس الاطياب ومع الفنانات والفنانين بعد الفاصل. مشاهدينا عدنا لنواصل بعد الفاصل عرض فرقة سراج بكرمئيل شيوخ الطرب، وأكيد مقابلاتنا أمثالنا الشعبية مرافقتنا الناس الأطياب وجمهورنا رح يكونوا معنا كمان. خليكم معنا مشاهدينا على قناة هلا، احنا موجودين طبعا والناس صارت واصلة لتدخل للعرض، العرض الأول لشيوخ الطرب، أكيد جوكة سراج، الفنان عامر حليحل، إخراج أيمن نحاس، موسيقى رائعة جدا، المسرح ديكور بهبل، إضاءة بتجنن، يعطيهن ألف عافية. ومعنا من الجمهور من الناصر وصلت على كرمئيل لتحضر العرض، تعرف عليكي نوال رسرس. أهلا وسهلا فيك ست نوال، أنت جيتي عشان تحضري شيوخ الطرب. بس نقول شيوخ الطرب، وين بترجع بالزمن؟ لا شو اسمه، مكاوي، سيد مكاوي. يعني عندك اليوم كل الشيوخ على المسرح. وجوكة سراج حضرتين قبل؟ حضرتين، أنا صرت حضرتين عدة مرات أكيد. فلما سمعت جوكة سراج قلت أكيد. بس اليوم عرض مميز فيه كمان نصوص مسرحية رح تشاركي كمان بالغناء معهن، ممكن بعرفش والله إذا اندمجت وانطربت رح أشارك. الكل رح ينطرب بقولكو كمان ستنا، والكل رح يعني ينطرب ويغني معهن كمان. على كل حال رح يفتحوا الأبواب بعد شوي، بدك تختاري رقم من 1 لـ7. 1 لـ5. 5. في سبب ليش 5؟ لا بحب الرقم. رقم 5 بيقولوا ألف رفيقة، ألف رفيقة. عندك صديقات؟ عندي. ألف رفيقة ولا واحدة شو؟ ولا واحدة، بدي أقول لك أنا أساعدك شوي، ولا واحدة لزقة؟ طلعوها بالرات، ولا واحدة لزقة؟ ولا واحدة لزقة. ألف رفيقة ولا واحدة لزقة، بالضبط. يعطيك ألف عافية، نتمنى لك تنبسطي بالعرض، شكرا لك. فيك، أهلين فيكم. مشاهدينا على قناة هلا، يعني مع الجمهور عم بدخل للقاعة، قاعة كرمئيل، قصر الثقافة بكرمئيل ليحضر شيوخ الطرب. معنا من كل بلاد، من الناصر انتقلنا للرامي، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا، سهيل أبو شرقي من الرامي. من الرامي، من الرامي لكرمئيل يعني 5 دقائق. خبطة عصب يقولوا، جيت لتحضر شيوخ الطرب. شيوخ الطرب، يا عامر حليحل وأيمن نحاس. أيمن نحاس بالإخراج، عامر حليحل على المسرح. جيت اليوم تتحضري، طبعا يعني رح يكون عرض مميز. لما نقول شيوخ الطرب لوين اخذك هذا الاسم؟ للفن الاصيل القديم. قديش اليوم برايك، يعني انت بالرامي وانا بعرف سمعين، يعني سمعين طرب، قديش اليوم الطرب بعده موجود بمجتمعنا؟ لا لا، هي اغاني اليوم كلها اغاني سرعه ومش حلوه. مش حلوه، انت بتفضلي هيك؟ احفظ
ولا أغنية منهم. في ناس كتير بتقول لك يعني كيف هالشباب الصغيرة حافظة هالأغاني؟ كيف أغاني فريد أم كلثوم حافظتيهن؟ طبعا. واليوم رح تشوفي على المسرح طبعا عرض اللي فيه أكيد. إن شاء الله إن شاء الله. يعني مع جوقة سراج دائما في اختيارات طربية. على كل حال بدك تختاري لنا رقم، أنت متابعينا على قناة هلا بعرف من 1 لـ7. من 1 لـ7. المهم بقولوا لك 8 وهو فيش 8. أنت شو قلتي أي رقم من 1 لـ7؟ تقولي ليش 10؟ لا 5. 5. رقم 5 وكل الصبايا رح يساعدوكي. يلا تعالوا ساعدوها. تعالوا ساعدوها. رقم 5 بيقول صحبة الأشرار بتجيب ال، يعني اللي بصاحب الأشرار بيجي شو؟ ضرر. دمار. دمار. القض. الأضرار. طلعوا لهم بالونات. يا هلا يا هلا. ما طلعوهاش بالونات. اللي طلع. بس إلك يعطيك العافية. على كل حال أهلا وسهلا فيكم. شكرا إلك. شكرا يعطيك ألف عافية وشكرا لقناة هلا. يسعدك شكرا. شكرا سلمينا أهل الرامي كلهم. شكرا إلك. مشاهدين عم نتنقل بين الجمهور اللي عم بيستعد لدخول قاعة كرمئيل قصر الثقافي لحضور هالعرض المميز لجوكة سراج، يعني شيوخ الطرب، ومعنا صبايا من الجيش وصلوا هون. تعرف عليكي؟ ديانا الياس. أهلا وسهلا فيكي. ناهدة فرح. من الجيش كمان؟ لا أنا من علبون. من علبون، يعني علبون والجيش بصورة واحدة. أهلا وسهلا فيكو. قديش أنتو حابين تحضروا العرض ومتوقعين شغلات طبعا لما نسمع شيوخ الطرب؟ الموسيقى هي غذاء الروح. صح. الواحد كتير حلو يرجع للطرب والموسيقى، وأنا كتير جاي متحمس كتير كتير إنه أسمع، خصوصا إنه بالوسط العربي في هذا الإشي. أكيد يعني إشي طربي لما نشوف شيوخ الطرب، يعني عندك تمثيل ونصوص الفنان عامر حليحل كمان، وعندك أيمن نحاس إخراج، يعني كوميديان وإخراج بجنن. أبصر شو بدهم يفاجئونا الليلة. وحضرتك؟ وأنا كمان أنا جاي، أنا كتير بحب خاصة هاي الفرقة، وجاي إشي جديد. صح. مع بدنا نشوف الليلة العرض الأول. إشي جديد ومتحمسين لل لل يعني جوكة سراج عودتنا دائما على التميز، أكيد في أشياء مميزة. أكيد أكيد متحمسين ومتشوقين نسمع إشي طربي أصيل. حلو. يعني بس نقول شيوخ الطرب اكيد رح يكون شغلات. انا بعرف انه في مفاجآت لما عملنا لقاءات مع المخرج والكاتب النص والفنان عامر حليحل كممثل، يعني حكوا لنا في مفاجآت كمان للجمهور من الجوكه، فما نتوقع كثير يكون شيء مميز جدا، يعني كثير كثير حلو رح يكون ان شاء الله. على كل حال ندوكم ما ندكوش تفوتوا بدكم تختاروا رقم من 1 لـ7. من 1 لـ7. 7. 5. 5 و7 12 على 2 نختار 6. النص رقم 6 بيقول وحلو زاد الطين بلة. بنعرفوا المثل، في كثير ناس بتزيد الطين بلة والمريض زاد الطين بلة وزاد المريض إشي على وزن بلة. علة. هون علبون ما طلعوا لهنش بالونات. الجيش الجيش طلعوا لهم بالونات لأنه يعني زاد الطين بلة والمريض علة. علة. حتى هي سبقتك ثاني مرة. بالضبط. يعطيكم العافية، نتمنى لكم عرض حلو. شكرا كثير لك. شكرا لك. مشاهدينا على قناة هلا الإشي المميز عن جد بعرض جوكة سراج الليلة شيوخ الطرب، إنه بكل الأجيال حتى الأطفال كمان جايين يحضروا العرض، وهذا إشي رح يلاقوا مفاجآت كثيرة. نتعرف مين معنا؟ أم وديع وطفة. أليس وطفة. فيك من وين؟ جديدة. من الجديدة. هون من الجديدة. وطبعا يوسف وطفة من الجديدة. من الجديدة. منال عبيد وطفة جديدة. جديدة. و من جديدي كمان اكيد من جديدي. والاموره الصغيره اليس من جديدي. بدك تعلي صوتك اكثر. على كل حال اهلا وسهلا فيكم. قديش اليوم متوقعين يعني لما نشوف شيوخ الطرب قديش متوقعين احنا نكون مبسوطين كعصرتي هذاك طبعا الطرب، وهون عندك احفادك كمان، يعني كمان شو متوقعه يتقبلوا مثلا شيوخ الطرب الليله؟ هن بحبوا يحضروا هيك اشي كتير حلو. وعنده يعني زي ما تقول ميل للموسيقى والطرب. للموسيقى. حلو. قديش انت مبسوط جاي تحضر شيوخ الطرب؟ يعني شغلات كانت بالزمانات احنا بنقولها على زمانات جد جدك. قديش انت مبسوط؟ كتير ولا شوي؟ كتير. مهم جدا انه يكون كتير طبعا. ما نتمنى لهن عنده طبعا دان موسيقية اكيد. موسيقية موجودة واحنا بنحب ننمي فيهن بهذا الجيل الصغير. يعني اليوم مثلا انه الموسيقى هي غذاء الروح. اكيد. كمان بيعزف على بيانو. اكيد. يعني لما في عيله بتهتم باولادها كمان ممكن انه يوصل يوما ما تكون انت على المسرح مع جوكة سراج وجوكات عالميه، ليش لا؟ بيعزف انت عمري كمان. يعني انت بتحب ام كلثوم الليله؟ طبعا ام كلثوم غايبه، ولكن في شيخ زكريا احمد، يعني في كثير ناس لحنوا لام كلثوم، سيد مكاوي، الكل. يعني اذا احنا بنربي اطفالنا على الطرب الاصيل كمان ممكن نكسبهم بالمستقبل ويكونوا يرجعوا كمان.
أكيد بننمي عندهن مواهب، وهذا الإشي بعطيهن يعني كتير لمستقبلهن. حلو كتير، نتمنى لكم عرض شيك. الناس عم بتفوت بدهم يختاروا رقم من 1 لـ7، وأنت بتتابع دائما من 1 لـ7. آه، 5. شو رح تختاري؟ في سبب ليش 5؟ لا هيك 5. هات نشوف شو طلع برقم 5. ما بعرف كوعه من جوعه، مش جوعه، يميلنا حرف الجيم، حطي باء هناك. ما بعرف كوعه من بوعه. إلها ما تطلعوش بالونات، إله طلعوا بالونات. يعطيكم العافية، تحية لكل أهل جديدة عن جد، وبالنجاح لك كمان أنت بالمستقبل. شكراً لكم. مشاهدين على قناة هلا، إحنا موجودين صح بكرمئيل، وعرض شيوخ الطرب رح يبدأ بعد شوي، ولكن أهل الطيبة كمان وصلوا اليوم ورح يحكوا على قناة هلا. أهلا وسهلا فيكم دكتور. أهلاً أهلاً دكتورة فاتنة من الطيب المتلف. أهلا وسهلا فيكي. والدكتور درويش عبد القادر كمان من الطيبة. أهلا وسهلا. يعني أهل الطيبة كمان منورينا هون بالشمال. قديش مبسوطين وشو متوقعين تشوفوا اليوم لما نشوف شيوخ الطرب دكتورة؟ إحنا بكمة الانبساط وبكمة الشعور والنشوة عن جد، لأنه جدا متعطشين للفن العربي الأصيل. بحضور الفن بيختفي العنف. 100% كلامي صحيح ولا لا؟ أكيد 100% كلامي. جينا بعد يوم شغل طويل 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 إركاد لهون، لأنه متعطشين جدا. هذا الإشي كثير كثير بينقص مجتمعنا. يا ريت لو الكل يجي ويشارك، لأنه بحضور هالفن وبحضور هالثقافة نبعد كثير شغلات. أكيد، وهي الثقافة إحنا متعطشين إلا، لأنه الثقافة هي ثقافة الفن بتلغي العنف وبتلغي كل إشي سلبي، وهذا اللي إحنا بحاجة إله بمجتمعنا، صح ولا لا؟ يعني نصيحة من الدكتورة بتجنن. دكتور شو رأيك بكلام الدكتورة؟ أوش أنا موافق مع الدكتورة، بس صعب ما يوافقش يا جماعة. شوف إحنا جايين لعدة أهداف. أولا جايين ننبسط، جايين نطرب على الشمال كمان. جايين نطرب، غير انه على الشمال طبعا، هذا جزء من بلدنا وجزء من وطننا، بس احنا جايين فعلا نسمع طرب اصيل. احنا بنتابع فرقة سراج وجايين نشجعهم كمان. الفن غذاء الروح، الموسيقى غذاء الروح، فجايين نتغذى. بعدين احنا بنفكر وبنحاول انه نعطي مثل للشباب الصغار انهم يجوا للفن الاصيل، للطرب الاصيل، يبتعدوا عن العنف، يبتعدوا عن كل شيء سلبي وسيء والمخدرات. هي رساله الفن على فكره، يعني طبعا طبعا تحديدا اليوم، يعني باي عرض طبعاً. اي حدا بيمسك اله موسيقيه مش راح يمسك ولا مره شغلات مؤذيه للعالم، خاصه الفن الملتزم. دكتوره تنسيش انه كمان النص المسرح الليله كتبه الفنان وهو ممثل كمان على المسرح عامر حليحل، واخراج ايمن نحاس، يعني ثلاث رؤوس المثلث اللي بجنن كمان. بعدين ما بننسى الشيخ امام، يعني كل يعني الشيوخ على المسرح، أهرام اللي فن الملتزم، يعني هذا يعني كل الشيوخ على المسرح، يعني جمعوا من هالطرب الأصيل. تسمع بالبيت مثلا زكريا أحمد، زكريا أحمد وسيد درويش، اللي شباب صغار بعرفوش عنهم هذول. قديش اليوم حلو انه احنا كمان نوعي اولادنا واحفادنا والجيل اللي طالع على هذا التراث اللي بجنن. صحيح صحيح، هيك لازم بالبيت تربوا اولادكم على الفن العربي الأصيل، لانه يا عيني ما احلى يا جمال الموسيقى العربية الأصيلة. الطرب بيقولوا هرب مع انه خاطر طبعا بتناغي الشجن والعاطفه عند الانسان، لما تكون عاطفه بيلتغي كل شيء سلبي، صح ولا لا؟ موسيقى جميله، كلمات جميله، كمالات لها معنى، معبر، في مفاجات كثير كمان. انا بقول لك انا شفت يعني وراء الكواليس بالنص المسرح. عدا عن ذلك انا بس بدي انهي المقابله شوف جينا من الطيبه على كرمئيل، لانه في هنا قصر ثقافي، صح. للأسف بلداننا العربية تفتقر لهيك مقرات. في عم بعمل وإن شاء الله أنا تخلص تزيد، وما نحتاجش إنه نيجي من الطيبة أو نيجي من يعني رسالة حلوة لكل مجالسنا وبلدياتنا، إنه يصير قصر ثقافة عنا بكل بلد، وعم بنا يعني بالناصر عم بنهو كمان هالقصر اللي بجنن مسرح بلدي، بس متأمل إنه كمان في كل بلدان يكون. رسالة حلوة من الدكتور، ولكن مش رح يهربوا، عم بحاولوا يهربوا الدكتور والدكتورة. بدهم يختاروا رقم من 1 لـ7. 7 أربعة، 4 و7 11، على 2 نختار 5.5 ناخذ 5. يلا فليكن رقم 5. بيقول دائما اللي بوكل رغيف عمره ما بيكون، انتو دكاترة، اللي بوكل رغيف عمره ما بيكون نحيف. طلعوا له للدكتور بالونات، للدكتورة لا. وكمان بنقدر نقول اللي بوكل رغيف ولا مرة بيكون ضعيف. صحيح، فاحنا بنقول ابتعدوا عن الخبز، الامور الوسط، وسط يعني ما تبتعدوا كثير، بدناش نقطع برزق حدا. الخبازين كمان تغذيه صحيه، مهم جدا التغذيه الصحيه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، وتحيه كبيره لاهل الطيبه يا جماعه على قناه هلا. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء.
مشاهدينا على قناة هلا متابعين لقاءاتنا مع الجمهور، بيسعدنا يكون معنا دكتور طاهر قادري من نحيف. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. أهلين. يعني جاي تحضر شيوخ الطرب، قديش أنت متوقع من هالعرض يكون مثل ما عودونا جوقة سراج؟ هاتوا لك، أنا متابع للحركة الفنية في البلاد وبريت البلاد كمان في طول الوقت، يعني بحضر هون وبرا. من سراج من يوم التقريب من أول حفلاتها، ولمن كان كمان سامر قائد في بيات كمان نحضر حفلات، وكمان للسروجي ولسجراوي ولعدة هذا. أكيد يعني كل عروض فنية. أول أشكو عروض فنية بعدون راقية. الراقية يعني لما تقول راقية هذا اللي بفهمه أنا، تضاهي أحسن العروض في الدول العربية. دائما إنسان اللي بيجي يحضر موسيقى وإنسان بتعامل موسيقى بالفن مستحيل يكون إنسان عنيف أو إنسان إرهاب أو يمارس أي نوع من العنف. ليش الفن ببعد هاي الناس؟ يعني لو كل الشباب تيجي تحضر فن بعدت عن العنف بالشارع. أنا الفن كنفسه غذاء للروح، يعني قبل غذاء الجسم غذاء الروح شيء مهم جدا. ولكن كيف حكينا ننتج ونعمل حالة ثقافية في البلد، أول شيء ننهض في المجتمع، لأنه دائما هذا تقاس رقي أي شعب كمان بقديش فنه بمسرحه في مسرحه، وكمان تبعد الناس أو الشباب عن آفة العنف. المشكلة أنه أنت برات زي تحارب طواحين الهوى، بس مش لازم نيأس. وهاي دائما لما بتشوف هيك قاعة ملانة من الشكل ننبسط، قديش ننبسط غيرها كمان، يعني إشي بفرح وكمان بيعطيك أمل أنه في خير. صحيح صحيح. يعني أنا انت بتشوف الصوره وبتسمع الاخبار كل يوم من شو بصير وشو هذاك، تاخذ فقط الاشياء السلبيه انه في هذاك وننميها ونظهرها وممتازه هيك انها تبث وتنشر ويركز عليها كمان، انه في اشياء ايجابيه وفي اشياء ممكن تنعمل يعني كمان اللي هي غير اللي عم بنسمع عنه. صحيح. يعني كمان نضوي هيك شوي على الاشياء الايجابيه الموجوده، ومنها طبعا جوقة سراج. متوقع اليوم شو رح تحضر؟ لانه دمجوا ما بين الفنان عامر حليحل ونصوصه واخراج ايمن نحاس، شو رح تتوقع؟ مميز في سراج انت تتطور، يعني ما هي في قالب معين وثبتت فيه. اقول لك شغله، قديش احنا لازم نجدد لنكون متميزين كمان. وإسا هذا العرض طبعا منيح فيه عنصر مفاجاه احنا نشوف كمان. بس انه التضافر بين سراج وبين الفنان المبدع عامر وبين ايمن نحاس، كمان بعرفه حضرت له بالزمالات، يعني كوميديان رائع وكمان مخرج رائع. حضرت له كمان حفلات الزمالات، كمان التوقعات كبيره، وانا متاكد انه ما كان مخرج العمل من تحت هاي القامات والهامات اذا ما كانش عمل قد حاله. صح. احنا طبعا نتمنى لهم دائما كل النجاح. أيوة. دكتور بنهايه اللقاء بدك تختار رقم من 1 لـ 7. انا بختار رقم 7 لانه رقم 7 اقول لك لاول بدون ما اساله ليش. اول شيء رقم 7 رقم شبه مقدس له كذا، وثاني شيء اهم شيء انه انا مولود في 7/7. شوف مره اعيده بس تذكروا 7/7 بتجيبوا هديه للدكتور. 7/7 هذا بكفيش 7/7 يعني دكتور. لو كان 77 كان ممتاز. صح. لا 7/7 مش 77. دكتور ضلك شباب على طول. بيقول المثل كلهن بيشبهوا بعض دقه الحج. مين؟ كيف مش علي؟ يعني كلهن لما بتشابهوا بقولوا كلهن بيشبهوا بعض دقة الحج. لا والله ما بعرف. واحد من الثلاثة علي حسن محمد. الحاج حسن. فظيع. اختيار موفق جدا، يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية دكتور بالنجاح، وإن شاء الله تنبسط بالعرض. شكرا لك. وشكرا لتلفزيون هلا، مشاهدينا على قناة هلا، على أمل استمتعتوا بلقاءاتنا، أمثالنا الشعبية مرافقتنا، فنانين وفناناتنا، مخرج ومبدع أيضا كان معنا الفنان عامر حليحل وكل الفنانين مبدعين دائما. جوقة سراج تستعد لبدء العرض الأول بكرمئيل شيوخ الطرب. طبعا حكينا مع كتير ناس وإن شاء الله يتفاجئوا مثل ما إحنا تفاجأنا وراء الكواليس. كان معكم في الإعداد والتقديم بسيم. إلى اللقاء.